وهقول لك حاجه تاني، يعني النقطه دي صعبه قوي بالنسبه لي. في ماتش في دوره في النمسا بنلعب، كان 7-7 وكان معايا تريزيجيه، يعني كان نفس جيلي، فبنلعب، فكنا خسرين 1-0 قبل النهائي من البوسنة. فانا في لعيب فراح ضربني بالكوع في بطني، فانا سبته خالص راح ضربته. انت قاعد شايله انت ما بتسيبش، بس انا ما ضربتوش غير لما جبت جونين، كسبنا 2-1 فضربت في اخر الماتش، فطردت كابتن بدر ايجاب كبير ضربني. فهناك الكابتن هاني عارف لو ضربت طفل صغير الحكومه بتيجي تمسكها على طول. صحيح. الحكومه جت. لا بتهزر. والله العظيم هياخدوا كابتن بدر ايجاب، هياخدوه يا كابتن. والله دول كابتن عظيمه. كابتن عظيمه كان موجود فبيتكلم الماني، كابتن عظيمه. فكان يتكلم مع، انت كنت في النمسا؟ في النمسا. اوكي. فاتكلم معاهم تمام سابوه. فانا رحت بقى لايه؟ خلاص احنا هنلعب بكره النهائي الصبح. كان كل يوم. فكابتن بدر ايجاب جابني بقى، كان البوكيت ماني 120 يورو. حرمك منه. مفيش. بجد؟ قلت له ماشي. ما عنديش مشكلة خلاص. فكنا بعد الماتش خدنا ايه؟ بقيت اليوم فري وكده، فنزلنا. فأنا راح رجعت، فكل لعيب فينا جايب بقى العصاير، الشوكولاتة، البيبسي، شيبسي كده بقى، كنا صغيرين بقى. فهو لقاني إن أنا جاي ماسك شنط. وانت معاك فلوس؟ انا جبت فلوس دي منين؟ والله العظيم عايز تعالى لي، انت جايب الحاجات دي منين؟ قلت له مفيش، السوبر ماركت اللي تحت اتصاحبت عليه، خدت الحاجه حطها لي في كيس وماشي. قلت له بكره اجيب لك الفلوس. ولا بتكلم اي حاجه ولا اي حاجه، خدت الحاجه ومشيت. سابني ومشيت خلاص. كنت عملت ايه؟ كنت اديته رقم اودت كابتن. بقول له الحاجه دي لا والله عادي، والله سابني، لان هو اللعيبه كلها دخلت تشتري وبتاع. قال له خلاص خدت الحاجه كده اتفضل. فراح قلت له كده، عملت له على اللي هو كده على بكره يعني، فاهم كده؟ مشينا. احنا كنا 10 لعيبه لان كنا صغيرين، ف كان الكلام ده عندي 11 سنه. فرجعنا تاني يوم، كابتن بدر ايجاب بقى من ورايا قعد طول اليوم يتحايل على منظم الدوره ان انا العب الماتش. انت عشان اتطردت فما وانا كنت هداف الدوره، فتاني يوم راح جبت تريزيجيه، قلت له تريزيجيه انا هلعب، لازم تساعدني عشان خاطر ايه؟ اجيب اجوان، كل ما اجيب اجوان اروح لمين؟ هتروح لكابتن بدر عشان يرجع لي البوكيت ماني. بص دماغك انت رايحه فين؟ ماشي. انت لازم يكون عندك كافيه. ليه؟ لا مش كافيه. فكابتن بدر الماتش ده كسبنا 5-1 ماتش النهائي، ولعبت يعني النهائي جبت 4 اهداف ما شاء الله. كل جون وراح كابتن بعد لما رجعنا، فدخلت ايه؟ هاخد شاور في الاوضه، خرجت لقيت البوكيت ماني على البتاع 120 وجنبهم 35 يورو مكافاه من كابتن بدر ايجاب. فخدتهم قلت لهم يلا تعالى اعزمكم على ماك. تعالوا بقى. خلاص عزمت اللعيبه كلها، كنا 9 لعيبه عزمتهم على ماك. لا ذكريات جميله، ذكريات جميله جدا. ذكريات النادي الاهلي طبعا حاجه جميله، بس احنا صغيرين يعني. الحاجات دي طبعا بتفضل في الذاكره طول العمر.